بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبق في أن الفرق بين إبليس لعنه الله والنبي ادم عليه افضل الصلاة وازكى السلام مع صدور العصيان من كليهما هو تكبر ابليس وتواضع ادم وادم لتواضعه تجاه اهل البيت انما غفر الله له ذنبه وعصيانه بالمعنى المعهود للعصيان اللي بيناه سابقا إما من ترك الأولى وإما من مخالفة الأمر الإرشادي فالعصيان من إبليس لأنه تكبر وغفران ذنب آدم لأنه تواضع لمحمد وآله الطاهرين هنا نضيف كلمه وبعض الروايات ان الحياه انما اما هي حياه الابدان او حياه القلوب حياه البدن هذه حياه غير مهمه قد يموت الانسان في اي لحظه و الانسان انما هي بحياة قلبه. وحياة القلوب مادتها العلم. كلما ازداد علم الانسان، كلما ازدادت معرفة الانسان، فحياة قلبه متوقفة على مادة العلم والمعرفة. وهذه المادة المعين لها والمنبع لها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. آدم عليه السلام كان يعلم ويعرف بأن أهل البيت وسطاء الفيض الإلهي لذلك تواضع لأجلهم كما في رواياتنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام علموا آدم وبينوا له كثير من الأمور كما أنهم علموا الملائكة في روايات سبقت بعضها قد تأتي في مناسبات أخرى بعضها الآخر فمعرفة آدم لأن هؤلاء هم وسطاء الفيض ولأجلهم خلقت الدنيا تواضع لهم وهذا التواضع هو الذي سبب غفران الله عز وجل له أهمية العلم والمعرفة في الآيات المباركة وفي الروايات الشريفة لا تخفى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ذلك الرجل الذي آلم موته قلب الإمام الصادق الإمام الصادق قال آلم قلبي موته أبان ابن تغلب هذا كان فقيه عظيم في العلم وإلا ما كان إلا فت خصوصية غير اللي كان يحمله من العلم الإمام أجاز لأبان الفتيه يا أبان اجلس في المسجد وأفت الناس فإني أن يحب أن يرى مثلك ليش لأنه كان يحمل من العلم فارتفع أبان في نظر الإمام الصادق لما كان يحمله من العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به ملائكة ملائكة الله المعصومين تضع أجنحتها يحمله له. طالب العلم من عظمه عند الله عز وجل. طلبه العلم حماة الدين، لذلك في هذه الروايه يؤكد رسول الله انه لو جاز السجود لغير الله لقلنا على العوام الشيعه بل على الشيعه كلهم ان يسجدوا للرواه لحمله العلم، لمن اوصلوا علومنا اليهم للعلماء، للفقهاء، لوجب السجود له الى هذه المرحله لو جاز السجود لغير الله عز وجل فمو قضيه سهله ويسيره قضيه المعرفه اذا حمل هذه حملت هذه الجوارح والجوانح العلم فترتفع والا فتنزل ايش ما واحد يصرف من وقته في طلب العلم هذا هو الذي ينتفع دنيا اخرا ويوجب ان يوصل فكره اهل البيت، رساله اهل البيت الى الناس لذلك النظر في وجه العالم حبا له عباده، هو هذا عباده. يقول رسول الله صلى الله عليه واله أغد عالما او متعلما واحب العلماء ولا تكن رابعا فتهلك، عالم او متعلم والمتعلم يحب العلماء، مو متعلم يتهجم على العلماء، لا يحب العلماء لعلمهم ولا تكن رابعا فتهلك. اذا انت لست بعالم ولا متعلم ولا تحب العلماء فتهلك. لا يبقى شيء لك فتهلك ببغضهم. هشام ابن الحكم شاب صغير عندما ياتي الى الامام الصادق في القضيه المعروفه والامام في منى كيف الامام الصادق يرحب بهشام ابن الحكم؟ شاب صغير في العمر تو نابته لحيته إن هذه القضايا توجب يشوف حقيقه إن الانسان عظمه لحامل العلم، علوم اهل البيت طبعا مو علوم اليونان او غير اليونان، لا علوم اهل البيت. المعارف الحقة الحقيقية مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة وعشرات بل مئات الروايات التي تؤكد على هذا المعنى لذلك لأن هذا الوسيط نرجع على ابتداء الكلام الوسيط في إيصال رسالة أهل البيت هو الذي أوجب حياة قلوبنا إحنا شلون البارحة ذكرنا في البحث السابق بينا انه ضروره احترام الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ايات اخرى اقترنت طاعه الوالدين بالتوحيد لماذا لان الوالدين العله المحدثه للانسان لوجود الانسان يعني لحياه جوارحه لذلك ارتفع شأنهم إلى هذه المرحلة فمن كان العلة المحدثة والمبقية لحياة قلب الإنسان شنو راح يكون موطنة وموقعا طبعا لازم يسجد له لو جاز السجود لغير الله هذا تتميم البحث السابق هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وقضيتنا في تبوك في غزوة تبوك عندما أراد أن يمر من العقبة عرف بالقضية أن هناك مجموعة من المنافقين يريدون قتل رسول الله في العقبة ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد العبور من العقبة ليلا هذا المنحدر من الجبال المرقى الصعب من الجبل فأمر أن لا يتقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وآله لا يروحون هناك يتقدمون ف... ينفذون ما خططوا له من اغتيال رسول الله ولكن مجموعة ذهبوا 24 واحد من المنافقين الذين كانوا مع رسول الله ذهبوا إلى العقبة وكل واحد وقف في محل مخطط له رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بحذيفة ابن يمان حذيفة ابن يمان أحد صحابي رسول الله وكان من خلص الصحابي. وكان من شيعه امير المؤمنين والبعض يعبرون عنه بانه من الاركان الاربعه لامير المؤمنين. فرجل مؤمن متدين ارسله رسول الله صلى الله عليه واله الى العقبه قال انتظر عند اول الطريق فحتى تشوف احد يجي ما يجي فهو قال يمكن انا هذول قاده قاده معسكرك. انا رايت الشر في وجوههم تجاهك. المؤمن ينظر بنور الله غير انه هو القضيه طبيعيه يعني يمكن اذا واحد شوي يعرف الحركات والسكنات يشخص بان فلان يخطط لقضيه ما الان القضيه في الدوائر الجنانيه معروفه فرسول الله صلى الله عليه واله باعجاز ادخله في جوف الصخره اللي راح نذكره الا ان هنا بعض الاسئله السؤال الاول بالنسبه لهذه القضيه نذكرها من الكتاب ان شاء الله أنه لماذا هؤلاء أرادوا اغتيال رسول الله هؤلاء الذين أسلموا المنافقون شنو كانت الحكمة من إرادتهم قتل رسول الله أولا هؤلاء لم يسلموا حقيقة واضح الأول والثاني والثالث أسلم أسلموا الأول والثاني هسه كما في التاريخ أسلم بعد أن ذكر لهم ذلك الرجل اليهودي بأن أول من يسلم برسول الله صلى الله عليه وآله تكون له الخلافة بعد رسول الله فهما أسلما في مكة بعد أن سمع هذا الكلام من ذاك الرجل اليهودي اللي كان عنده بعض العلوم الغريبة فطالت القضية 13 سنة في مكة مضطهدين ظاهرا عشر سنوات أو أقل تسع سنوات إلى قضية تبوك في المدينة الرسول صلى الله عليه وآله يحكم فهؤلاء كانوا ينتظرون الخلافة تقريبا حدود عشرين سنة فلذلك خططوا لقتل رسول الله حتى تصل اليهم والخطه كانت خطه متكامله قتل رسول الله دخول قبيله اسلم في المدينه اخذوا البيعه من الناس غصبا وظلما وبالقوه بقوه السلاح فهي كانت قضيه متكامله مخطط لها بس المشكله انه ما كانوا يجدون الفرصه فهنا في العقبه كانت فرصه جيده فهؤلاء انما خططوا لأن يكونوا بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنوات طويلة طبعا في أي فرصة كانوا يريدون يقتلون رسول الله حتى يصلون إلى سدة الحكم. الموضوع الثاني إبليس إبليس هو ما قاعد راحة نحن نعتقد بالغيب بأن هناك أمور غيبية، إذا يجي يقول أنه الغيب ما موجود أو موجود إبليس خطط من اليوم الأول عندما عاد الله عز وجل في السجود لآدم خطط في أن يكون هناك خط يخرج عن الخط الإلهي فبعزتك لأغوينهم أجمعين لأغوينهم أجمعين فطبعا هو في كل موطن وموقف يجي ينفذ الرغبة مالته والتخطيط ويفي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه بالفعل يعني كان ظن أنهم يغويهم أجمعين وظن طلع صادق يعني بالفعل أغواهم فرسول الله صلى الله عليه وآله اللي رحمه للعالمين يجون ويغتالوا هاي خطة إبليسية حقيقة فخطة كانت منهم للاستولاء على المنصب وخطة إبليسية وهذا واضح عندنا يعني البعض يقولون مثلا الشيطان هذا مو إلى واقع الشيطان يعني القوى التي يهتم أو الجن مثلا كثير من المغيبات ما يقبلوها ليش ما نقبل المغيبات إذا هي وردت بأدلة معتبرة قطعية لا شك فيها هاي مو قصص يعني بعض الاحيان انا اجيب في العباره اقول هناك مثلا حرب بين داخل الانسان بين الخير والشر فاجيب اقول ابليس مظهر الشر ليش ابليس مظهر الشر لا ابليس وجود حقيقي كان موجود قبل ادم كان يعبد مستفيد المتواتر الروايات او ينكرون كثير من الامور بالنسبه للعالم الاخر للجنه لذلك الله عز وجل في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ذلك الكتاب هدى لمن يؤمن بالغيب المتقي من هو المتقي له سمات أول شيء يؤمن بالغيب يقبل أن هناك غيب أمور أخرى لا يستوعبها الإنسان بحواسه الخمسة هذا من الواضحات فإذا تخطيطهم للاستيلاء على السلطة تخطيط ابليس لانحراف الناس واخراجهم عن الجاده وبالفعل بعد استشهاد الرسول صلى الله عليه واله خرج الناس عن الجاده ارتد الناس الا مجموعه قليله. ولذلك هذه القضيه استمرت استمرت في قتل مو رسول الله اصحاب عتره رسول الله استمرت في تلويث سمعه اصحاب الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام يعني اصحاب الائمه انت تشوف هذا ابن الامام هناك روايات متعدده في الكتب تقول بانه كان منحرفا ليش لان السلطه الغاشمه انما تقتل الامام ما تقدر تقتل الامام تختلق بعض الاكذوبات حول الامام تختلق بعض الاكذوبات حول اصحاب الامام حول اولاد الامام حول اخوه الامام ليش؟ لأن تشويه السمعه تشويه السمعه هذا مؤثر الناس يبتعدون على الامام فكل هذه الخطط كانت موجوده كي يبتعد الناس عن اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام السلام. طبعا احنا بينا في بحث سابق انه لماذا ابقى الرسول صلى الله عليه ولا على المنافقين بينا اقسام المنافقين وقلنا لكي يرجع كثير منهم بالفعل رجع الكثير منهم غير انه الافتتان لازم يكون في الامه بعد. هذا طريقان طريق الحق وطريق الباطل دائما موجودان. يعني. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى اولئك عن الذهاب ايضا كان يريد يثبت قضيه في التاريخ. الله عز وجل في ابتداء سوره الحجرات يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تتقدم على رسول الله. التقدم يعني شنو؟ تقدم في الكلام، تقدم في المشي، تقدم في كل شيء. واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول إلى آخر الآية المباركة فالتقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق حتى التقدم في الأكل في تلك القضية المعروفة أنه كانت مائدة جل رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض أصحابه على المائدة فأتوا لهم ب يمكن فخذة شاتن مشوية ف احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله مد يده قبل ان يمد رسول الله يده الى الفخذ الى اللحم حتى ياكل فهو اكله اسرع في الاكل بعد ذلك تكلم هذا الفخذ وقال تكلمت الفخذ وقالت انه انا مسموم يا رسول الله فهذا اللي اكل اللقمه كان قد مضغها وبلعها تاثر بالسم ومات طبعا هو قال قال انا تشاقيت يعني تقدمت على رسول الله ما كان قاصد الاهانه بس مع ذلك التقدم عن قصور ايضا يوجب الاثر الوضعي. بس يمكن عند الله عز وجل معذور اذا كان قصور اذا ما كان يقصد شيء مثلا كاهانه للرسول اثر الاثر الوضعي ومات. سمم هذا الرجل ومات. حتى في الاكل التقدم فكيف في قضايا اخرى؟ هنا رسول الله صلى الله عليه واله صرح وقال لا تتقدموا <applause> الى العقبه فتقدم هؤلاء. طبعا هؤلاء كفروا برسول الله صلى الله عليه وآله لذلك هؤلاء المنافقون الذين عرفهم حذيفة واحدا واحدا كما فيما نذكره هذه نقطة نقطة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحذيفة ادخل في صخرة صخرة كبيرة فانشقت دخل حذيفة في تلك الصخرة ليرى المنافقين وبالفعل شافهم وين واقفين رجعوا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله في بموقعهم ايضا هذا مو غريب الاعجاز كان في عند الرسول صلى الله عليه واله الانبياء السابقين كل الكتب السابقه تكتب تكتب وتبين اعجازات انبيائها فهذا مو غريب وبعد ذلك حذيفه رجع طائرا الى رسول الله صلى الله عليه واله ايضا هذا مو غريب يعني واحد يمكن البعض هي هذه الروايات يقولون بانها من الاسرائيليات يعني هل معقول انسان يصبح طائر يطير بجناحي يرجع الى رسول الله صلى الله عليه واله فيعود انسانا ويقول ذلك المشكله انه كثير من الروايات اللي يعبرون عنها بالاسرائيليات مو ذاك قال ما ادري نصف الكافي اسرائيليات ثلثي الكافي اسرائيليات مع انه ماكو في الكافي روايه واحده اسرائيليه الروايات بعضها تحتاج الى تفسير بعضها ترميز بعضها تاويل بعضها اشاره بعضها توريه ومعارض بينها السيد الاخ في بحثه قبل اسبوع او اسبوعين فاما هذه الروايه دت يعني تتكلم بلغه بمعنى بالمعنى الحقيقي تتكلم بالمعنى المجازي او الكنائي اذا يمكن الحمل على المعنى الحقيقي إذا ما يمكن الحمل على المعنى الحقيقي، يقول المعنى المجازي موجود، ليش نجي ننفي الرواية؟ ونقول بأن هذه رواية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهل القضية مستبعدة أن يصبح الإنسان طائر مثلاً؟ يطير بجناحين كحمامة مثلاً؟ إحنا مو عندنا في صريح القرآن الكريم المسخ. كثير من الناس عصوا الله عز وجل قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أصحاب السبت اليهود الذين اصطادوا السمك في يوم السبت المسخ كانت في الأقوام السابقة كما هو قطعي فيمكن تبديل الإنسان إلى حيوان فهنا هذا حذيفة بن يبان رضوان الله عليه أبدله الله إلى حمام أيضا إعجاز كان يمكن الرسول صلى الله عليه وآله يعرفهم واحدا واحدا هو كان يدريخ الوحي كان موجود بس خلي يكون هناك من يشهد حتى يبقى للتاريخ أنه رآهم واحدا واحدا وهذه أسماؤهم وقلنا أن هناك في التاريخ مذكور أن الثاني كان يعطي لحذيفة أو شخص آخر أيضا رآهم في العقبة أكثر مال أكثر حتى يسكت لي ليفضحهم حذيفة كان يعرفهم واحدا واحدا طبعا حذيفة كان مأمور بأن لا ينشر الأسماء إلا خاصا لذلك ولا كانوا يقتلوه لو يقتلوه قتله الجن وانتهى فهو ظاهرا كان يعني كانما يداريهم يتماشى وياهم فاصبح حاكم المدائن له مواقف مع رسول الله مع امير المؤمنين مع الثلاثة الغاصبين له مواقف متعدده فهو حذيفة أيضا يزداد إطمينانا وعلما عندما يأتي إلى صخرة صماء كبيرة فتنشق هذه الصخرة وتجعل فيها ثقب حتى يجي منها الهواء له وينظر بعد ذلك يتبدل الى حمام يطير الى رسول الله هو يزداد ايمانا ومعرفه وينقل هذه القضايا لتصل تصل الينا في هذه مجموعه هذه القضايا اثبتت العقيده بالرسول صلى الله عليه واله وبالانبياء وبالائمه عليهم افضل الصلاه وازكى السلام لذلك ايضا هذا مو من البعيد ان نرمي هذه الروايات مثلا بالغلو بعضها بالاستحاله بالاكذوبات وما الى ذلك هذا من ضعف فهم طريقه المعصومين سلام الله عليهم في بيان الروايات والحقائق لاحظوا الكتاب ثم ان رسول الله صلى الله عليه واله أمر بالرحيل في أول نصف الليل الأخير يعني في النصف من الليل في القسم الأول من النصف الثاني من الليل وأمر مناديه فنادى ألا لا يسبقن رسول الله صلى الله عليه وآله أحد إلى العقبة الرسول هو يكون مقدما على جيشه وطبعا الجيش هو بطيء يمشي إذا واحد هو يريد يسرع فالعشرة يسرعون يقدرون أسرع يعبرون اما الجيش فهو بطيء طبيعه الجيش مجاميع كبيره بعد يمشون ببطء فلا يتقدم احد الرسول خلي هو اول من يصل الى العقبه لا يسبقن رسول الله احد الى العقبه ولا يطاها حتى يجاوزها رسول الله صلى الله عليه واله ثم امر حذيفه ابن اليمان ان يقعد في اصل العقبه اصل العقبه اصل الجبل يعني اسفله في ابتداء الطريق اللي يصعد للعقبه فينظر من يمر بها ويخبر رسول الله صلى الله عليه واله وكان رسول الله صلى الله عليه واله امره ان يتشبه بحجر يتشبه بحجر يعني يسكن ما يتحرك مثل الحجر اللي هو ساكن ما يتحرك فقال حذيفه يا رسول الله إني أتبين الشر في وجوه القوم من رؤساء عسكرك إحدى النقاط لإبقاء المنافقين أن هذول المنافقين كانوا هم القادة بجيش رسول الله صحيح كانوا يتحيزون الفرص لقتل رسول الله ولكن خفية في الحروب كانوا يجون في جيش رسول الله ويحاربون إذا الرسول صلى الله عليه وآله كان يريد يبكي على الخلاص ما كانوا يبقى مع رسول الله إلا يمكن عشرات فقط الجيش يحتاج الى الكل ان يكونون تحت هذا اللواء. وهؤلاء كانوا يحاربون بس يتحيزون الفرص. ابو سفيان لعنه الله فقد عينه في حرب مع رسول الله وفقد عينه الاخرى في حرب اخرى مع رسول الله. ابو سفيان كان في اخريات حياته اعمى وفقد عينيه في حروب رسول الله صلى الله عليه واله. وهذا هو كبير المنافقين ومن كان يريد الانقلاب على السقيفة لكي يعني الإسلام ينتهي أمير المؤمنين يحارب الأول والثاني وقضية تنتهي فقال حذيفة يا رسول الله إني أتبين الشر في وجوه القوم تبين الشر يعني ظهر لي الشر في وجوههم من رؤساء عسكرك وإني أخاف إن قعدت في أصل الجبال بس أنا اتشبه بحجر اسكن بس يمكن يجون يتفحصون هذه المنطقه يجدوني وجاء منهم من اخاف ان يتقدمك المجموعه قد يجون من هذول الرؤساء القوم اللي تبينت الشر في وجوههم الى هنا للتدبير عليك تدبير يعني الخطه اللي عندهم ضدك ان ارادوا ان ينفذوا هذه الخطه أن يحس بي ويكشف عني فيعرفني ويعرف موضعي من نصيحتك، يعرف موضعي من نصيحتك، يعني يعرف أنا هنا جاي حتى يعني أريد الخير لك، حتى أشوف من الذي يعني كأنما أنا عين لك هنا فيعرف ذلك، من الذي يصنعه؟ يقتلني. فالقضية يعني مو هينة أنا أتقدم هناك وانتظر أشوف أحد يجي وما يجي. ويعرف موضعي من نصيحتك فيتهمني ويخافني ويقتلني او فيقتلني فقال رسول الله صلى الله عليه واله طيب النتيجة درجات الايمان تختلف هو كان من الخواص حذيفه اولا يمكن واحد مو من اليوم الاول من الخواص الخواص يتدرج في المعرفه وفي العلم ولا ابو ذر خوف ما كان اليوم الاول من المؤمنين اصبح مؤمنا فمن حواري رسول الله صلى الله عليه واله ومن حواري امير المؤمنين فهذا من رسول الله امره المفروض ان يطيع مثل ما ذاك اللي امره الامام يمكن الامام الصادق كان الامام رضا سلام الله عليه كان سمو في بالي انه ذهب الى التنور النار النار اللي في التنور كانت مشتعله ذهب وجلس إيه ابو بصير يمكن فمو الكل هالشي بس هذا خاف فالرسول قال ما يخالف اعطيك ضمانه فقال رسول الله صلى الله عليه واله انك اذا بلغت اصل العقبه فاقصد اكبر صخره هناك الى جانب اصل العقبه وقل لها ان رسول الله صلى الله عليه واله يامرك ان تنفرجي لي حتى ادخل جوفك ثم يامرك يعني الرسول ان تثقبي فيك ثقبه ابصر منها المارين وتدخل علي من الروح نسيم الريح الروح باللغه يجي هو حتى اقدر ما اموت هناك بالصخره لألا أكون من الهالكين فإنها تصير إلى ما تقول لها بإذن رب العالمين فأدى حذيفة الرسالة ودخل جوف الصخرة وجاء الأربعة والعشرون على جمالهم وبين أيديهم رجالتهم مجموعة على الجمال كانوا والبعض أيضا كانوا راجلين يمشون يقول بعضهم لبعض من رأيتموه هنا كائنا من كان فاقتلوه لئلا يخبروا محمدا صلوا على محمد وعلى محمد لئلا يخبروا محمدا انهم قد راوناها هنا فينكص محمد ولا يصعد هذه العقبه الا نهارا ان يرجع عما كان عليه وكان قاصد يجيب بالليل يعبر العقبه ينتظر النهار بالنهار القضيه مكشوفه بعد ما نقدر نتخفى والجيش مع رسول الله فمشكله وسمعها حذيفه واستقصوا فلم يجدوا احدا وكان الله قد ستر حذيفه بالحجر عنهم فتفرقوا فبعضهم صعد على الجبل وعدل عن الطريق المسلوك راح فوق الجبل يعني انتشروا في الواقع على الخطه الحربيه اللي اقاموها لاغتيال رسول الله وبعضهم وقف على سفح الجبل اسفل الجبل عن يمين وشمال وهم يقولون يعني كانما هم شافوا القضيه خطتهم خطه محكمه مستحكمه الجوانب لانه الان بالفعل ماكو احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله يتقدم نحن هنا الان متخندقين ماخذين في كمين خاص لرسول الله اول من يدخل رسول الله فنقضي عليه بسهوله الا ترون جبن محمد صلى الله عليه واله كيف اغراه يعني كيف اغراه جبنه خدعه جبنه لانه بهذه القضيه تمت خطتنا وهذا الكمين الان كمين مضبوط كيف اغراه بان يمنع يعني اغراه جبنه بان يمنع الناس عن صعود العقبه حتى يقطعها لنخلو به ها هنا فنمضي فيه تدبيرنا خطتنا واصحابه عنه بمعزل، يعني والحال ان اصحاب عنا بعيدين خلفه بعد. وكل ذلك يوصله الله تعالى من قريب او بعيد الى اذن حذيفه، يعني كل همس وكلام بين هذول ال وعشرين يصل الى اذن حذيفه. ويعيه حذيفة هذا الكلام هم يستوعبه مو همهمة لا كلام واضح يصل إليه فلما تمكن القوم على الجبل حيث أرادوا كلمت الصخرة حذيفة وقالت له انطلق الآن إلى رسول الله فأخبره بما رأيته بما رأيت وبما سمعت قال حذيفة كيف أخرج عنك وإن رآني القوم قتلوني مخافة على أنفسهم من نميمة عليهم أنا رحت أشي بهم ويرون مشكلة قالت الصخرة كأنما معرفة الصخرة بالله عز وجل هنا كانت أكثر من معرفة حذيفة قالت الصخرة إن الذي مكنك من جوفي وأوصل إليك الروح من الثقبة التي أحدث تها أو أحدثها في هو الذي يوصلك إلى نبي الله وينقذك من أعداء الله فنهض حذيفه ليخرج فانفرجت الصخره بقدره الله تعالى فحوله الله طائرا فطار في الهواء محلقا طائر صار حمامه حتى انقض بين يدي رسول الله ثم اعيد على صورته اسالهم مو العباره ثم اعيد على صورته يمكن واحد كان يفسر طي الارض طار الى الى الرسول صلى الله عليه واله يعني شنو انطوت الارض فاسرع الى رسول الله هذا الطريق كان مثلا طريق ثلاث ساعات خلال نصف دقيقه وصل الى رسول الله لا لا هذا تصريح ثم اعيد على صورته لا حقيقه اصبح في صوره الطائر وهذا ليس مستبعد الظاهر انه في الكتب السابقه ايضا في الكتب السابقه المحرفه مذكور المسخ يعني المسخ مو قضيه مذكوره في القران فقط بل حتى في الكتب السابقه ان اقوام كان كان يمسخهم الله عز وجل فهو يعني مو قضية مختصة بشريعتنا المسخ والتشكل على أشكال الحيوانات حتى الجن يتشكل بأشكال الحيوانات جبرائيل كان يتشكل بصورة دحية الكلبي عزرائيل مع الأنبياء السابقين كان يحضر عند النبي سليمان كان يحضر عند النبي موسى يتشكل بصور الأشكال فيمكن واحد يتشكل بشكل آخر إن أراد الله عز وجل ثم أعيد على صورته فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بما سمع بما رأى وسمع هذا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين